صباح الفل ابو رياض، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ منور الدنيا وبفرشك وبوجودك انت وهاني. ازيك يا هاني؟ صباح الفل. طبعا انتوا عايزين فيديو لوحدكم، ما ينفعش، ربنا يوسع عليكم. تشكيله يا جماعه، بس النهارده عند ابو محمود، ولو دي نصيب نيجي نعمل فيديو عند ابو رياض. عندنا خنط حلوه ايه بتاعت السويس دي. تمام تمام طبعا. وهاني رجع السوق ورجعت معاه الايه؟ رجع للشقاوه. لا رجعت معاك الحاجه الحلوه. طبعا احنا صباح الفل. طبعا باذن الله هشوف ظروفي ايه، وان شاء الله فرش ما يتسابش يا جماعه، ربنا يوسع عليكم يا جماعه. طبعا يا جماعه ام محمد الست اللي هي، والله يا جماعه انا مش هشكر فيها، كلها بركه وكلها نور في وشها. يا رب يوسع عليكي ويزيدك من فضله، انك انت يعني والله يا جماعه بيني وبينك كده بتقول لي يا حاج احمد ادعي لي، حصل برضه؟ الحمد لله. تقول لي يعني الاسماك غاليه والسوق مش زي الاول، ولا يا ام احمد؟ لكن انت ثابته على اسعارك مش كده؟ انت الحمد لله طول عمرك سمك غالي، سمك غالي خالص، لكن انت برضه بتبيع غالي؟ ما بتبيعيش غالي انت؟ ما السوق مش قابل، مش قابل مش كده؟ اه. طب مثلا البلاميطه قابل واحده بكام؟ ده الكيلو فيها ب 40 جنيه. يعني الثلاثة ال 2 كيلو؟ ال 40 كيلو. اللي حبيتين كيلو يا جماعه ب 40، والله كويس. تتعمل ايه يا ام احمد دي؟ صينيه. صينيه؟ وممكن ناس بتعملها زي الشاورما بالفلفل الالوان، وممكن تعمل زي التونه. يكفي ان هي سمكه طازه مش مجمده زي الحديد. مش حاجه على الفرش مجمده، وانت ما تبيعيش المجمد بس، موضح للناس ان في فرق كبير جدا ما بين المجمد وما بين الحاجه الطازه. المجمده بيبقى الدم محبوس فيها وتطلع زفره، صح يا عم محمد؟ يبقى ده يا جماعه الحبيتين كيلو، بسم الله ما شاء الله. الحفاره الجميله على القاصة دي بكام؟ 70 جنيه يا جماعه حفاره. شوفوا بتتباع بره كام؟ ايه يا باشا؟ ده رب 60. بقول لك ايه؟ مدام 55 يا امي؟ ها؟ 50 عاوزه؟ طباره يا جماعه، بص على الظهر الطباره الاول واعرف ان هي ايه؟ محمله لحم مش فاضيه. بكام الطباره يا ام احمد؟ 60 يا باشا. 60. الحجم ده يتفسخ ولا ما يتفسخش؟ يتفسخ، يبقى حلو. طبعا يا جماعه لازم نشجع ام احمد، واقفه بطولها، واقفه رجوله، وطبعا متحمله مسؤوليه. هي متحمله مسؤوليه، فاحنا اولا لازم نشجعها لسبب، ما الحاجه عندها طازه واسعارها اقل من بره. يبقى لازم يا جماعه، انا عن نفسي بعمل دعوه اللي ينزل سوق السمك من ناحيه جهه الخضار لازم يعدي على ام محمد ويقول لها انا عايز استفتح منه باذن الله. الدراك الصغير ده اللي هو الوسط بكام؟ 50 يا جماعه. ادي الدراك يا جماعه، سويسي فاتح ب50. اظن ده صينيه بطاطس احسن حاجه ليها، ولا في حاجه تانية؟ آلية وشوربه وصينيه. اللهم صل على النبي. في لوت يا جماعه حجم كبير، بسم الله ما شاء الله. جالها 2.5 3 دي؟ 3. بكام الكيلو فيها؟ ده بابا ب 75. والبهار ده؟ والبهار ده بابا ب 70 جنيه. 70، والله اسعارك حلوه. طب الحبري؟ الحبري بابا ب 60. يا جماعة انزلوا عشان خاطري، والله أنا مش عشان مثلا بساعد، لأ هي تستحق كل الدعم لأنها أسعارها ممتازة جدا.
يبقى قلنا الحبر بكام يا ام احمد؟ 60 يا باشا. وعكس ده برضه زي 60. 60. والحرير ده 50. وتشكيله الملص الجميله دي 50 يا جماعه. في طواجن الصياديه بسم الله ما شاء الله. رجاء انزل السوق هتلاقي ام احمد. بقول لك ايه، 50 يا جماعه اسعارها ومهوده وفي نفس الوقت بترضى بقليلها. نعم طبعا. انت عايز بدل لوحدك يا ابو رياض؟ حبيبي يا عم احمد، حبيبي حبيبي يا عم احمد. يا جماعه انتوا لو حضرتوها وهي بتبيع وبتشتري مسامحه جدا وما عندهاش جشع وفي نفس الوقت بترضى باي هامش ربح، يقول لك الحاجه لما تتباع احسن اقل سعر. اهو بقى اهو ده جه على سعر حضرتك بتتابعها. ها اقل سعر، اقل سعر وحجم واحسن سمك. يبقى ما تساعدش الناس المكافحه دي ولا لا؟ ساعد. ربنا يوسع عليك يا ام احمد. اللهم والكابوريا اللي هي المتحنيه في القناه.